السلام عليكم. تحديث واجهة الوان يو اي 7.1 سيجلب تحسينات ضخمة وهامة للغاية. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك وتابع الفيديو حتى النهاية. حاليا لدى شركة سامسونج الكثير من العمل في مجال تحديث البرامج لهواتف واجهزة جالكسي اللوحية. ليس عليها فقط طرح تحديث واجهة الوان يو اي 6.11 المبني على اندرويد 14 للاجهزة القابلة للطي الاقدم وايضا للاجهزة غير القابلة للطي واذا كانت الشائعات صحيحة، بل ايضا تحديث واجهة الوان يو اي 7 المبني على الاندرويد 15. تحسينات ضخمة قادمة مع تحديث واجهة الوان يو اي 7.1 من سامسونج. بينما لم تصدر شركة سامسونج بعد هذين التحديثين، بدأت التسريبات والشائعات حول تحديث واجهة الوان يو اي 7.1 المبني على اندرويد 15 تظهر بالفعل في منشور جديد على منصة اكس او تويتر سابقا من ايس يونيفرس ان تحديث الوان يو اي 7.1 سيقدم تحسينات ضخمة، حيث سيكون جزءا مهما من هواتف سلسلة سامسونج جالكسي اس 25. بصراحة هذه الاخبار لا تفاجئنا على الإطلاق، لأن كل نسخة جديدة من One UI جلبت تحسينات ضخمة مقارنة بالنسخة السابقة. ومع ذلك فإن إشارة المسرب تحديدا إلى هذا الأمر توحي بأننا قد نشهد تحسينات أكثر من المعتاد مع تحديث One UI 7.1. إذا ثبتت صحة ذلك فسيكون ذلك رائعا لجميع محبي سامسونج. ويقول المسرب Ice Universe أيضا أن تحديث واجهة One UI 7.0 سيركز على تقديم رسوم متحركة فائقة السلاسة، وهو شيء تحدثوا عنه سابقا أيضا. وكان من المفترض أن تطرح سامسونج النسخة التجريبية من One UI 7 المبني على اندرويد 15 الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يحدث. كما أبلغنا حصريا ستصدر الشركة ذلك في الأسبوع الثالث من هذا الشهر إن شاء الله. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذا الخبر من آيس يونيفرس؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.